بطنجة انعقد لقاء تواصلي للتعريف ببرنامج مبادرة تمويل رائدات الأعمال. البرنامج يسعى النهوض بريادة الأعمال النسائية التي تعد أولوية وطنية وتحدياً أساسياً لتعزيز النمو المتناغم والشامل في البلاد. مشروع ويفاي يهم دعم المقاولة النسائية لا سيما استعمال منصات التجارة الإلكترونية، وأعتقد أن المستقبل للتجارة الإلكترونية وجائحة كورونا أكدت ذلك. البرنامج من أهدافه دعم المقاولات التي تديرها النساء وتطوير أنشطتها عن طريق التجارة الإلكترونية. الورش سيمد المستفيدات من تكوينات في مختلف المهن الرقمية لفائدة 1500 مقاولة صغيرة ومتوسطة تديرها نساء، لتمكينهن من معرفة وإتقان قواعد البيع عبر الإنترنت وتطوير مهارتهن في استخدام الأدوات الرقمية المختلفة. هذا البرنامج مهم جدا للمقاولة وخصوص التسويق الإلكتروني. هذا البرنامج اللي غادي يكون بشراكة مع الغرف، تم البارحة الإمضاء ديالها اتفاقية مع الوزارة ديال التجارة والصناعة على الصعيد الوطني. للراغبات في الاستفادة من برنامج مبادرة تمويل رائدات الأعمال يتوجب تقديم طلبات الترشيح على البوابة الإلكترونية للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.